بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام إلى هذا الموقع خون سان فو. كما نلاحظ عندنا في العنوان une énorme explosion sous le port de Mohammedia des habitants fuient la zone. إذن une énorme explosion sous le port de Mohammedia des habitants fuient la zone. إذن تحدثنا عن الخبر المؤسف الذي سمعناه البارحة والذي حدث طبعا بالمحمدية. حدث هذا بالضبط بميناء المدينة، حيث توجد هناك مستودعات الغاز والهيدروكربيرات. إذن une énorme explosion، إذا نتكلم عن انفجار ضخم sous le port de Mohammedia يهز ميناء المحمدية. des habitants fuient la zone، إذا نتكلم عن سكان fuient la zone، كما نقول أنهم يفرغون المجال أو يفرغون المكان أو المنطقة. إذن une énorme explosion، إذا نتكلم عن انفجار ضخم. سكو، هنا عندنا لوفاب سكوي طبعا، ومن كلمة سكوس التي ذكرنا فيما سبق. إذن للسكوس اهتزازات، إذن هنا عندنا لوفاب سكوي يعني هزة. إن إنورم إكسبلوزيون سوكو لوبورد محمدية، إذن نتكلم عن انفجار ضخم أنه يهز ميناء المحمدية. ثم ديزابيتون في لا زون، إذن عندنا سكان ليزابيتون يعني السكان، نتكلم حين على لوفاب أبيتي فعل سكنة، ليزابيتون السكان، فوي طبعا هنا عندنا لوفير فوير يعني أنك تهرب من، تهرب من في لا زون. كما نقول هنا يهربون المكان، يعني أنهم يهربون من هذا المكان الذي وقع فيه انفجار، الذي حدث فيه الانفجار. لانسيدون اي سيرفوني الوغ كان انسوندي سيت ديكلاري دون ان ديبو دو غاز دو سيت فيل سيتوي sur la côte marocaine. إذا الانسيدون، إذا نتكلم هنا على الحادث، الانسيدون يعني الحادث، لاكسيدون نتكلم على الحادثة، الانسيدون الحادث، سيرفوني يعني أنه حصل، طبعا نتكلم هنا على الفيرب سيرفونيغ، سيرفوني يعني أنه حصل، ألوغ كان لانسوندي سيت ديكلاري، في حين أن حريقا سيت ديكلاري، كما نقول أنه أعلن، كان قد أعلن. إذن هاد الانفجارات حصلت في الوقت الذي أعلنت فيه هاد الحرائق، دون زان ديبو دو غاز يعني في مستودع الغازات، دو سيت فيل لهذه المدينة، دو سيت فيل لهذه المدينة، نتكلم عن مدينة محمدية، سيتوي سور لا كوت ماروكان، سيتوي يعني المتموقعة، أحيانا نتكلم عن لوفيرب سيتوي، لوفيرب سيتوي يعني فعل موقعة، هنا تنتكلم عن المدينة هي اللي سيتوي. هي المتموقعة sur la côte marocaine على الشاطئ المغربي، إذن هي متموقعة على الشاطئ المغربي كما نعرف، طبعا لي كوت مقصود بها الشواطئ، إذن situé sur la côte marocaine المتموقعة على الشاطئ المغربي. كما تلاحظوا بأن كلمة situé أضفنا لها أ لأننا ببساطة نتكلم عن لافيل، نتكلم عن اسم مؤنث هو اللي situé هو المتموقع. إذن des images amateurs de l'explosion survenue dans le port de Mohammedia. إذن نتكلم عن des images amateurs. نتكلم عن صور هوات. صور هوات. صور هوات. لا نتكلم عن صور محترفين. لا نتحدث هنا عن صور خاصة بالصحفيين. بل نتحدث هنا عن صور لهوات. أشخاص يهوون الصور. أشخاص يهوون التصوير. أشخاص عاديين. قاموا بتصوير المشهد. des images amateurs de l'explosion، إذا نتكلم عن صور لهوات de l'explosion للانفجار. survenu الذي حصل dans le port de Mohammedia Maroc، الذي حصل في ميناء المحمدية بالمغرب. le soir du 22 décembre 2022، يعني مساء 22 دجنبر 2022. إذا بانيك المحمدية، بانيك إذا نتكلم عن خوف أو فزع، بانيك المحمدية، إذا هناك خوف هناك فزع في مدينة محمدية. سيت فيل بورتيير ماروكان، إذا هذه المدينة بورتيير، طبعا كلمة بورتيير سيت أن أدجيكتيف، بورتيير سيت أن أدجيكتيف، إذا نتكلم عن نعت هنا. بورتيير عنده علاقة بكلمة بور، عنده علاقة بكلمة ميناء. كما نقول هنا هذه المدينة المينائية إن صح التعبير، المقصود هنا
مدينة شاطئية ماروكان المغربية سيتوي ا 20 دو كيلومتر دو كازابلانكا، إذا المتموقعة على 20 كيلومتر من الدار البيضاء. سيتوي المتموقعة بنفس الطريقة نتكلم على الفيرب سيتوي ا 20 دو كيلومتر دو كازابلانكا، إذا هي متموقعة ب 20 كيلومتر من مدينة الدار البيضاء. في الحقيقة المكان الذي حدث فيه الانفجار هو من الجهة القريبة من الدار البيضاء. إذا نتكلم هنا عن المكان، طبعا المدينة هي تبعد عن الدار البيضاء بهاد المسافة، لكن النقطة التي حصل فيها الانفجار طبعا هي الأقرب إلى الدار البيضاء. إذا نتكلم هنا عن سيت فيل بورتيير ماروكان سيتوي ا 20 دو كيلومتر دو كازابلانكا ا ايتي تيموان لان دي 22 ديسمبر دون امبورتونت اكسبلوزيون. إذا هاد المدينة الشاطئية المتموقعة على 20 كيلومتر من الدار البيضاء ا ايتي تيموان، يعني أنها كانت شاهدة، أنها كانت شاهدة لان دي 22 ديسمبر يوم 22 ديسمبر من دجنبر دون امبورتونت اكسبلوزيون، يعني كانت شاهدة لانفجار مهم، لانفجار مهم كما نقول، المقصود لانفجار ضخم. سيرفوني بنفس الطريقة يعود لو فيرب سيرفونيغ يعني فعل حصل إن صح التعبير، أوزالونتور أوزالونتور ما معنى أوزالونتور؟ في حوالي، في حوالي، ممكن نستعمل هاد كلمة ألونتور حتى للمنطقة، نتكلم عن حوالي منطقة، هنا نتكلم عن حوالي زمن. إذا في حوالي دو ديزويتور، في حوالي، في حوالي الساعة الثامنة عشرة. إذا نتكلم عن السادسة مساء طبعا أوغ لوكال، إذا نتكلم عن الساعة المحلية. الجريدة الفرنسية طبعا تتحدث عن الزمن الذي حصل فيه الانفجار، يعني حسب الزمان المحلي الخاص بمنطقة المحمدية وليس بوقت محلي مثلا لمدينة فرنسية. selon les nombreuses vidéos partagées sur les réseaux sociaux، إذا حسب عدة فيديوهات partagées تمت مشاركتها sur les réseaux sociaux على الشبكات الاجتماعية une ou plusieurs déflagrations une ou plusieurs واحد أو عدة déflagrations انفجارات. إذا نتكلم عن واحد أو عدة انفجارات en retenti، en retenti نتكلم هنا على الفيرب retentir فعل دوى، تحدث واحد الصدى، يحدث دوي يعني تحدث واحد الصوت، en retenti يعني أنها دوت alors qu'un incendie، alors qu'un incendie s'est déclaré dans la port de la ville، في حين أن حريقا s'est déclaré أنه أعلن dans le port de la ville في ميناء المدينة. qui abrite de nombreux dépôts de gaz et d'hydrocarbures. qui abrite طبعا نتكلم هنا على verb abriter. abriter يعني أنك تأوي، أحيانا نتكلم على l'abri، أحيانا نتكلم على l'abri يعني الملجأ، الملجأ الذي يأوي إليه شخص ما أو كائن ما. إذا نتكلم هنا عن l'abri، هنا نتكلم على الفيرب أبغيتي، فعل أبغيتي يعني أنك تؤوي كما نقول إلى ملجأ. كابغي دو نومبغ ديبو، كابغي دو نومبغ ديبو التي تؤوي عدة مستودعات دو غاز للغاز هيدروكاربور. طبعا هيدروكاربور كما نقول هيدروكربون، هيدروكربون طبعا هيدرو نتكلم هنا عن الهيدروجين، كربون نتكلم على الكربون. إذا نتكلم هنا عن مركبات من الهيدروجين والكربون، وهاد المركبين يعني أنهما قابلة للاشتعال بشكل قوي. إذا نتكلم هنا عن نوع من المحروقات، إذا كابغي دو نومبغ ديبو دو غاز إي ديدروكاربور، إذا التي تؤوي عدة مستودعات للغاز وللهيدروكاربورات. إذا كما تلاحظوا هنا عندنا إيماج إمبرسيونونت أو بور دو محمدية، ليزيكسبلوزيون بروفياندغي دان ديبو دو غاز. إذا نتكلم عن صور إمبرسيونونت كما نقول مدهشة أو بور دو محمدية من ميناء المحمدية، ليزيكسبلوزيون إذا نتكلم هنا عن الانفجارات، بروفياندغي أنها تأتي
أن تأتي دان ديبو دو غاز، تأتي من مستودع الغاز. إذن كما نلاحظ طبعا كانت انفجارات ضخمة وكبيرة والحرائق تنعرف من قبل. دابخي لي ميديا ماروكان، إذن حسب وسائل الإعلام المغربية، ليكسبلوزيون بارتي دان ديبو دو غاز نا بور لانستون با في دو مور. إذن الانفجار الذي ينطلق من مستودع للغاز نا بور لانستون با في دو مور. هنا عندنا في البداية أولا عندنا نا با في دو مور، نا با في دو مور يعني أنه لم يفعل قتلة. إذن هذا الانفجار لم يحدث قتلة، نا با في دو مور. ثم شنو عندنا؟ نا بور لانستون، لم للحظة، لم للحظة يعني أنه لم، طبعا غيكتمل المعنى مع اكتمال الجملة. إذن نا بور لانستون با في دو مور، با في دو مور إلى حدود اللحظة لم يحدث قتلة، إلى حدود كتابة المقال الانفجار لم يحدث قتلة، ولكن ممكن انفجارات أخرى تأتي فيما بعد وتحدث قتلة إذا قدر الله. إذن دابخي لي ميديا ماروكان، إذن حسب وسائل الإعلام المغربية، ليكسبلوزيون بارتي دان ديبو دو غاز، إذن الانفجار الذي ينطلق من مستودع الغاز نا بور لانستون با في دو مور، يعني أنه إلى حدود اللحظة لم يخلف قتلة، ني دو بليسي ولا جرحى. طبعا لو بليسي، طبعا لي بليسي المقصود بهم الجرحى، أحيانا نتكلم على لو فيغ بليسي في الجرحى. لي بومبيي ميتريز بروغريسيفمون لو فو، لي بومبيي ميتريز رجال الإطفاء أنهم يتحكمون. طبعا هنا عندنا لو فيغ ميتريزي، تعني هنا كما تلاحظوا في المعنى أنه تعني تحكم في شيء كما عندنا هنا. وممكن أن لو فيغ ميتريزي بنفس المعنى ميتريزي إن لونغ، تتحكم في لغة، المقصود بأنك تتقن لغة. إذن هنا لي بومبيي ميتريز بروغريسيفمون لو فو، إذن رجال الإطفاء هنا أنهم يتحكمون بروغريسيفمون. نتكلم أحيانا عن لو بروغري يعني التطور والنماء والتقدم. إذا نتكلم أحيانا أيضا على لو فيغ بروغريسي، فعل تقدم أو تطور. إذا هنا لي بومبيي ميتريز بروغريسيفمون يعني أن رجال الإطفاء يتحكمون بتطور، بشكل متطور. لف النار، إذا يتحكمون بشكل متطور في النار، يعني أنهم شيئا فشيئا يتحكمون في إدارة المعركة مع هذا الحريق. أوكين فيكتيم نا إيتي أونغوجيستخي، ولا ضحية، لا فيكتيم يعني الضحية، أوكين فيكتيم ولا ضحية نا إيتي أونغوجيستخي، أنها سجلت، لم تسجل. أغابورتي لا شين دو تيليفيزيون ماروكان دوزيم أون أغاب، إذا كما صرحت طبعا بذلك قناة التلفزية المغربية دوزيم باللغة العربية طبعا سيتون لو غوفيرنور دو لا ريجيون. إذا طبعا حسب هذه القناة كما ذكر، كما أعلن سيد العامل الخاص بالمنطقة أن جورناليست دي سيت ماروكان ميديا 24، نتحدث هنا عن صحفي لموقع مغربي، أن جورناليست دي سيت ماروكان ميديا 24، إذا هنا صحفي لموقع مغربي اللي هو ميديا 24 بريزون سور لي ليو، حاضر في الأماكن، حاضر في الأماكن. شنو المقصود؟ شنو المقصود هنا؟ المقصود بأنه حاضر في هذه المنطقة اللي وقع فيها ليكسبلوزيون، اللي وقع فيها الانفجار. ألوي ديكري لا ميز أون بلاس دان امبورتون بيريمتر دو سيكوريتي، إذا كما حصل ألوي ديكري، إليه يصف. نتكلم هنا عن الصحفي الذي ذكرنا الذي يعود لموقع ميديا 24، ألوي إليه يعني له يعود الكلام، ديكري أنه يصف لا ميز أون بلاس، لا ميز اون بلاس كما نقول تحضير دان امبورتون بيريمتر، دان امبورتون بيريمتر الذي يصف تحضير بيريمتر. نتكلم هنا عن محيط، نتكلم هنا عن محيط، اذا نتكلم عن محيط مهم، دان امبورتون بيريمتر، اذا هنا يصف لنا تحضير محيط مهم دو سيكوريتي، خاص بالسلامه، خاص بالامن او الامان او بالسلامه.
إذن طبعا السلطات أن قامت بمحاصرة المكان، السلطات أن قامت بتوسيع المكان الذي يحظر الدخول إليه لسلامة الناس طبعا. alors que les habitants entourant le lieu de l'accident ont été évacués. في حين أن السكان alors que les habitants entourant المحيطين le lieu entourant المحيطين le lieu de l'accident مكان الحادث ont été évacués أنه تم إخلاؤهم. le verb évacuer يعني أنك تخلي، ولكن كما تلاحظوا بأن لو فيرب ايفاكيي هنا مصرف مع اتر، يعني أنه تم إخلاؤهم. إذن هنا لي زابيتون اون تيتي ايفاكيي، السكان تم إخلاؤهم. لو قلنا مثلا لي زابيتون اون ايفاكيي، استعملنا افوار مثلا فقط، هنا غيكون المعنى هو أن السكان هم الذين أخلوا شيئا آخر، ولكن هنا استعملنا اتر جمع افوار، ولكن راه عندنا اتر. إذن alors que les habitants ont été évacués يعني أنه تم إخلاؤهم. لذلك لو participe passé اللي هو évacué كما تنشوفوا غياخد E الخاص بالتأنيث، ثم غياخد S الخاص بالجمع. لماذا؟ لأنه صرف مع être. إذن alors que les habitants entourant le lieu de l'accident ont été évacués، في حين أن السكان المحيطين بمكان الحادث أو الحادثة ont été évacués أنه تم إخلاؤهم. des dizaines de personnes vivant dans les environs ont également fui leur domicile. des dizaines de personnes vivant dans les environs ont également fui leur domicile. إذن العشرات من الأشخاص vivant الذين يعيشون dans les environs الذين يعيشون في الحوالي، المقصود هنا في حوالي المنطقة حول المنطقة ont également fui هم أيضا هربوا لو دوميسيل هربوا من منازلهم. كرينيون طبعا هنا عندنا لو فيرب كراندر كرينيون هنا عندنا لو فيرب كراندر يعني خاف من شيء. كرينيون خائفين من ماذا؟ كرينيون دوتر اكسبلوزيون خائفين من انفجارات أخرى اي ديزيماناسيون توكسيك هم هربوا أيضا من منازلهم خائفين أيضا من ديزيماناسيون توكسيك، كما نقول انبعاثات فيها سم توكسيك، نتكلم عن توكسيك مسمومة انبعاثات مسمومة. إذن هم خائفين أيضا من انبعاثات أو انبثاقات مسمومة. إذن كما تلاحظوا بأن الناس هربوا من هاد الأماكن ليس فقط خوفا من الانفجارات، بل أيضا خائفين من انبعاثات مسمومة. طب الحمد لله أن لم تكن هناك ضحايا طبعا. إذا نستأنف مع مقال آخر في الحلقات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.